عاش سيدنا الحسن الله يطول في عمره، عاش المالي، وسيدنا طول عمرك، الله يشافي، الله يشافي المالي. السلام عليكم. حنا اصحاب الاستفاده ديال الفنادق ديال سلام المدينه، حنايا استفدنا، عطاونا درنا قرعه ديال الاستفاده دابا تقريبا عامين هادي، وخلاو ما خلينا فين مشينا، ما خلينا فين جينا، تيقول لك حنا اصحاب الاستفاده ما غيعطيوناش السلف. واش حنا اصحاب الفنادق كون كانت عندنا 10 ديال المليون 9 المليون ديال الاستفاده ومليون و40 النوطيره غنكونوا ساكنين في الفنادق؟ حنا دابا فين ما كنمشيو لي بون كيقول لك هما خصنا حنايا يكون عندنا روجيستر كوميرسيال، ويكون عندنا يعني واحد العمل قار اللي هو باش كيكون عندنا واحد الدخل في الشهر يعني رسمي يعني ما فوق 3000 درهم. حنا راه ما عندناش هذه، حنايا كل واحد كيخدم بنهارو، كل واحد خدم بنهارو كيصور واحد المبلغ، ولكن راه ما عندناش شي حاجه اللي هي يعني فيكس في الشهر، وما عندناش وراق الخدمه، حنا ما عرفناش شنو غادي نديرو. يعني حنايا وقفنا على حدنا، الناس كاين اللي مشردين في الزنقه ما لاقينش فين غادي يسكنوا، كاين ناس زعما بزاف اللي ضاعوا في هذه الاستفاده، الاستفاده عطاها لنا جلاله الملك وحنا ضايعين فيها، حنا ضعنا وما استفدنا حتى شي حاجه. شي ناس ما عمرهم شافوا الطب وحاشاك ديال الفندق واستافدوا، كاينين مقدميه استافدوا خوتهم وخواتاتهم راهم ساكنين، وهذول ما عندهم شي يديروا هاد الناس، شنو نديروا لهاد الناس؟ ها لاكارت ديالي انا نتحمل المسؤوليه. كان الناس ما عمرهم شافوا الطب ديال الفندق واستافدوا وعطاوهم فين يسكنوا، وهاد الناس هادو شكون هاد معاهم؟ معاهم سيدنا الله ينصر سيدنا. السلام عليكم خوتنا صحافه، الله يجزيكم بخير، خديتوا لنا الصوت ديالنا، الله ياخذ بيديكم، راه حنا الدوله مكلفه بنا، راه نساتنا، راه جاو خرجونا عامين هادي من الفندق اللي كنا ساكنين فيه المده ديال 40 سنه وحنا فيه زادينا فيه، وخرجونا بدون اوراق بدون اثبات بدون التزام، وقالوا لنا من بعد ان شاء الله هاد العامين غتاخذوا واحد السيكات اللي هما يكتكريو بهم، من بعد هاد العامين غتمشيو لديوركم راهم واجدين. حنا تقنا وخرجنا، درنا نيتنا في الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك خرجونا وما استفدنا والو، فيما تنمشيو سير تالغدا، فيما تنمشيو سير طلعوا العمران، فيما تنمشيو راه ما عندناش الحل. وفينا هو الحل؟ عطاونا ورقه بان فيها المراه ديال فلان الدار ديالو، وهاد الورق هادو ما واكلينش لينا، واش هاد الورق هادو غادي نمشيو نبخرو بهم؟ هاد الورق هادو بغيناهم حتى هما يتحلوا لنا ويشوفوا مع الناس دراوس، راه كلشي تيعاني، راه كنا فقراء الحمد لله، راه المخير مسكين هنايا ما تيصور حتى السميه في النهار، وهذا راسي مؤلم بزاف. وشوفوا من حالنا وعاس محمد السادس ديالنا والله يسافيه لينا، وشوفوا من هاد الحالة الدراوس، الله يرحم لكم الوالدين مسؤولين، مسؤولين الله يرحم لكم الوالدين، راه حنا دراوس، راه الله شاد علينا، راه كرهنا الكره، راه حنا تنمشيو والله العظيم كريم 26 وتنصور 1000 درهم في الصر، وتمشي نطلب على السلف ريال تيكملوا لي الخوت والحباب باش نخلص الكره باش مينا وحنيس مول الدار يقول يا سير، ودار اللهم دام منكر، وعاش سيدنا وعاش سيدنا والله يسافي سيدنا والله ينصر الاسره العلويه، الله يرحم الوالدين اللي ما شافوهم الحان، الله يجزيكم بخير. رحنا شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.